السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير يا رب العالمين. اليوم راح نحضر لكم واحدة التحلية تاع بذوق الاناناس ولا اروع. دونك اللي محبي الاناناس نقول لهم عليكم غير تبعوا هذه الوصفه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها يا ربي. دونك واش نحتاج لي زانغريديون؟ نحتاج مقدار لتر. واش فيه هذا السائل؟ فيه مزيج بين لو سيرو تاع الاناناس، هذاك اللي نلقاوه في لابواط، اللي نلقاوه في العلبه كي نشوا الاناناس، ومقدار عصير ليمون زوج حبات، ونكمل الباقي حتى نوصل لليتر بالماء. واش ندير؟ كنت نحيت بجيه زوج دائرات هذوك تاع الاناناس وقطعت الباقي، وكنت استعملت الميكسور ومن بعد صفيته. دونك انا ولادي ما يحبوش هذوك الحبيبات تاع الاناناس، اذا نتوما ما عندكمش اشكال تقدروا تخلوهم. درتهم في كاسرونه وزدت عليهم ربع مغارف تاع مايزينا، ومن بعد نزيد 6 مغارف سكر. ونزيد قرصه صغيره نتاع الملح، قرصه صغيره فريمون صغيره. لاغوم تاع الاناناس حتى من بعد نحتاجه. ندو الخليط تاعنا فوق النار ونخلوه حتى يعقد، وما لازمش نحبسو التحريك، لازم نبقاو حتى يعقد قلت لكم. هنا نحبس جوست ما يبدا يبقبق نحبس، ولا يتكتك ولا المهم يعني يبدا يدير في هذوك الفقاعات نحبس. نحيه على النار وشوفوا زدت له واحد المغرف صغيره، هذه المغرف صغيره نتاع ماغارين، ونذوبها لداخل. دونك كاينين هنا اللي يحبوا في التحليات تاعهم ياكلوا الاناناس، دونك قلت لكم تحبوا تصفوا، تحبوا تخلوا، تحبوا تزيدوا تقطعوا قطع صغار مربعات تاع الاناناس وتضيفوهم ثاني كل واحد كيفاش يحب. كنت زدت قيمة مغرف قهوة حليب أغوم بات أغوم تاع أناناس باش تمد لي اللون وتزيد لي شوية البنة تاع الأناناس اللي تقدروا تستغناو عليها. دونك نفرغ الخليط تاعي ولا هذا لاكخيم اللي حضرتها في ديفيغين ونخليهم حتى يبردوا باش نقدر ندير التزيين. دونك أنا كنت قطعت، كنت نوحت شوية في التزيين، ما درتش كامل نفس الشكل كيما شفتوا في البدايه تاع لا فيديو. دونك كل واحد حر في التزيين، لكم الاختيار. دونك دو فيغين درت لهم قطع صغار صغار تاع اناناس. دونك انا جادور لانانا، سي بور سا درت دو فيغين ليا انا. ولادي ما يحبوش الداخل، يحبوا حاجه تكون ليس. دونك لي فيغين الاخرين خليتهم هكذاك. الفيغين الاول هذاك اللي درت فيه قطعه تاع انانا وشويه نوات كوكو اللي ثاني تمشي ولا اروع مع الاناناس. وهنا في هذا الفيغين الصغير كنت درت عصير نص حبه تاع قارص ونعناع شويه برك، ميكسيتهم السيرو هذاك ميكسيته، ومن بعد زدتهم فوق الاناناس تاعي وخليتهم شويه. راح يعطيكم واحد الانتعاش ولا اروع الذوق، باذن الله راح تجربوه راح يعجبكم. نقولكم في الاخير تهلاو في رواحكم وفي فيديو اخر ان شاء الله، ولا في وصفه جديده ان شاء الله، ومع السلامه. مع السلامه.